متواصلين مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم في انطلاقات هذا اليوم ومسلسلاته المتواصلة. شوط ينقضي والآخر ينطلق من هنا على أرضية ميدان التحدي، أرضية ميدان الشيحانية في هذا اليوم، وفي آخر السباقات المحلية وآخر السباقات الرسمية التي تقام رسميا تحت مظلة اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. أيها الأعزاء، مقدمة الشوط الجذاب حمد بن فرج بن حفار المري، ولكن سرعان ما خطفت مقدمة الشوط من بديع، من خطف الصدارة بديع سعيد بن فهد بن خداعه المري. المركز الثاني يا سلام، نايف نايف نايف، يخترق حاجز الصوت ويتسلل إلى المركز الأول سالم بن ناصر بن حفيظ المري، من قدم لنا هياض في شوط من الأشواط الماضية، يقدم أيضا نايف بنفس الشعار. المركز الثاني هنا بديع سعيد بن فهد بن خديعه المري، ومن الجانب الآخر أحد المتسللين، أحد المتقدمين من الجانب الآخر رقم 13، أشكرك يا زميلنا وأيضا أحمد السادة راهي لمحمد بن راشد بالعماني العذبه المري، وايضا دخول مشاهدي محسن بن سليم الخوار على المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع اللي انتقل الى المركز الثاني في هذه اللحظات هنا حمل رقم 13 دعناه راهي محمد بن راشد بالعماني. المركز الثالث اللي تقدم من المراكز الخلفيه الشكل لجابر بن علي بن ظلمان المري وشعار محسن بن سليم الخوار، ومتابعة أحمد بن محسن الخوار في هذا الشوط على المركز الرابع، وانتقل بدوره إلى المركز الثالث. المركز الخامس شعار هزاع بن حمد بوشريدة، ومع عزام من قدم لنا أحد المنافسات في الشوط الماضي بوشريدة، من قدم لنا مشرفة يقدم لنا في هذا الشوط عزام. كل التوفيق لك يا أبو حمد ولإخوانك المشاركين. أعود إلى مقدمة الشوط، نايف يا نايف نايف يا نايف، النوف من العلو من الارتفاع من المكانة العالية، وهو في المكان العالي وفي المكان المستهدف وفي المكان المرموق 1200 متر. هل سيفعل نايف مثل ما فعل هياض، كما فعل هياض ليكون لهذا الشعار بصمة في هذا السباق وفي هذا اليوم ليختتم هذا العام وهذا السباق ومع وهذه المحليات بأيضا بصمة رائعة؟ الكيلو متر الأخير يا راعي نايف يا مضمرين. المركز الثاني شاهين محسن بن سليم الخوار، على المركز الثاني هلي عين خالد قادمين، ولكن التسلل عجلان عجلان عجلان، يتقدم عجلان والعصا قوس لنايف بن عبد الله بن نايف الهاجري على المركز الثاني، شعار الخوار على المركز الثالث وانتقل بدوره الى المركز الثاني. المركز الثالث عزام لهزاع بن حمد وشريده، هو خامس المراكز، اول نداء لراهي علي بن طحنون بن مهير المري، ولكن نايف ولكن نايف يا سلام، نايف نايف بعد هياض يقدم لنا بن حفيظ نايف. اذا اليوم مميز هذا الشعار الازرق، الله يا نايف يا سلام نايف، ولكن يا ابوي بن سلامه قادم، بن سلامه ما من سلامه في هذا الشوط، ما من سلامه. وهالعين خالد ايضا، شاهين محسن بن سليم الخوار، والهبوب الهبوب الهبوب، وشاهين هل معيدر وهالعين خالد، يا سلام هبت هبوب الهبوب، هبت الهبوب مع الهبوب يا ابوي، ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق الصاروخي، على هذا الانطلاق الفالوذي الفولاذي والصاروخي من الهبوب. يا سلام عبد الله بن علي بن سلام الهاجري، تهانينا وناموس يا بن سلامه، سلام يا المعيدر سلام على هذا الفوز المستحق، تهانينا والناموس على اختطاف للمركز الاول وعلى هذا التوقيت المميز. المركز الثاني شاهين محسن بن سليم الخوار، المركز الثالث نايف سالم بن ناصر بن حفيظ، المركز الرابع المتحد لسعيد بن مبخوت بن مسعود المري، المركز الخامس 15 واسمه المتحد لسعيد بن راشد بن الاسود المري. هذه النتيجة، ويا ابو خميس وعود بسلامة، اليوم ما في حيلة ما شاء الله تبارك الله،
على الانطلاق الفولاذي ولا الفولاذ، حقيقة روعنا القعود الله يبارك له، انطلاقته ممتازة. وهذا هو ملخص الشوط الماضي متابعينا الأعزاء. في الحقيقة الهبوب لم يدخل إلى الإذاعة إلا وهو ماربرو الكرام، هذا هو نايف ولحظة تسلم نايف لمعظم أمتار المضمار وهذا الشوط. ولكن شوفوا دخول الهبوب واختراقه من العمق والانطلاق إلى خط النهاية. تهانينا والناموس، 4:31 86 جزء من الثانية هو توقيت الهبوب. عبد الله بن علي بن سلام الهاجري، والتهاني لمحمد بن راشد بن سلام الهاجري وللمضمر علي بن سالم المالكي. المركز الثاني شاهين، توقيت 4:35 22 جزء من الثانية. تهانينا لمحسن بن سليم الخوار، والتهاني أيضا لأحمد بن محسن الخوار ولأهالي عين خالد على هذا الفوز. المركز الثاني الوصول من نايف والتوقيت نايف، 4:37 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك نايف سالم بن ناصر بن حفيظ